جرب جرب فكر فكر فيه. يا رجال شلون تعال تعال، هذا بداية الحرب. رمضان يا حبيب رمضان. السلام عليكم، اليوم جبنا لكم مقطع جديد. اليوم انا ودحهم جايبين لكم ارك، هو يصور انا اصور عشمات الاخوان يعني. اليوم جايبين لكم ارك، اول حلقه من ارك. طبعا ما بدينا من الصفر، لكن بادين بدايه اللي ما نفهم شيء. اوكي اوكي، على طول انا لفلت. دقيقه خلنا نقول استمنا سوحات مرة. طبعا دحهم ضبطني بالترويض، وهذه بناخذ لحظة برضو يعني، ترى كلها حتى الدروع بعد، حتى الدروع كل شيء كل شيء كل شيء ضبطني يا سيرفر. اي زي ما تعرف ان اول ما بدينا السيرفر في شيء انت ما حضرته، اللي هو كان في اجتماع للشباب يعني بين اعضاء السيرفر يعني. ملك اي كل ملك ماسك منطقة، مثلا ملك الثلج اللي هو داتسي، ملك الصحراء زي كذا، كل ملك جاء واجتمع عندي في القصر. اوكي قلنا ان نبغى نخلي ملك واحد اللي هو انا امسك كل الممالك. لو كلهم اعترضوا وسووا مشاكل وزي كذا، قالوا لا البقاء للاقوى، او الملك بيصير الاقوى فينا يعني. نظام صراحه الجيم يعني بيكون في حرب. يب بيكون الحرب بعد اسبوع. أوكي. اقوى مملكه هي اللي راح تمسك. والله قدام انا مستعد وانا ما فهمت شيء في اللعبه والله كلنا خلعنك سوحات، ما ادري ذول العيال اعطونا اياها الاسلحه عشان بس كبدايه يعني. احنا هذا اللبس المفروض يكون لبسنا، معطينا درع وسيف وزي كذا مضبطين. ليش انت قصير؟ هذا شخصيتي انا مضبطها، اطلق زي خلاص. والله والله مره قصير. والله فرق الطول. ولدي صاير. وانا بس الملك ها عليهم كل. والله الملك ما يعطي. طيب. ايش الهياط؟ خلنا ناخذ الحصان ونروح للقلعة حقتنا. طبعا في شيء ما قاله دحوم اللي هو نظام السيرفر، انه نظام تجميع مدبل مضاعف مو مدبل، بس عشان نجمع بسرعة لان 25 مرة 25 مرة. اوكي لان في التصوير مثلا نبغى نجمع شيء وانه في التصوير فما ناخركم، فهمتوا؟ فشيء او المشاهد بيمل اذا كنت تجمع لفترة طويلة وزي كذا، فاختصروا وضاعفوا 25 مرة تقريبا. فخلنا نروح الحين للمنطقة حقتنا. طبعا هذه القلعة حقتنا. طيب انا ضيعت مكان ليش؟ اوكي انزل من تحت. طبعا ترى في اشياء كثير يعني، مو بس التجميع زدناه، برضو في اشياء مرة كثير يعني. أوكي. زي قوتنا صارت اقوى من الوحوش، او يعني مو اقوى يعني قوينا شوي نفسنا، فهمتوا كيف؟ عشان ما نموت بسهولة يعني. اللي يموت ترى مرة صعب يعني يدمج، مرة صعب. هذا افضل شيء عشان ما يموت واحد سريع. يب طيب خلنا نوقف الحسنة هنا ننزل. انت شكلت لي اضغط سيت. ايه عارف ايه، بس انه اوكي هذا يوقف نفسه. حلو لما تنزل خلك ضغط على تي بعدين نقول له ستوب، انك بتضيع. امشي ورا يمشي. يا ساتر. طيب هدد اللي والله القلعة انا اضيع فيها والله مرة كبيرة. لكن حاليا نبغى نبدأ زي ما قلت لك انا، اللي هو نبغى نبدأ في شو اسمه، ايش كنت بقول انا، المخزن. يب مخزن، احس انه هو اهم شيء حاليا لازم نبدا فيه. فايش رايك وين اول شيء؟ اصبر، في نظام شموع هنا ولا ما في؟ نور مكان زي كذا. دقيقه، في استرميها ترى ما تعلقها. شوف هذا بسوي الحين. ما تعلق؟ لا دقيقه بسوي الحين، بشوف في نوعين. دقيقه بسوي الثنتين بشوف شو وضعهم. نشوف نجربها. كرافتنج، هذه الموارد جمعناها قبل التصوير. تلقاها تورش على طول قدامك. خلينا نشوف ايش الفرق بين هذولي. شوف والله حلوه مره، بس انها يا اخي قهر انها ما تعلق. شوف بدي نحطها كذا ما تروح. اتوقع انها خلاص تخلص وقت ما لا فتره وتروح. شوف اي انا اقول لك تخلص تقريبا. يب فودي ان ندور تعلق ولا لا ما ادري. انا احس انها نكبه سالفه انه ما في انوار هنا، لانه ما يبين اي شيء يعني. لو جا الليل جي من الاخر ما تشوف شيء. اكيد في حل، اكيد في طريقه معينه او شيء. خلنا نشوف الشباب اللي يعرف يعلمنا برضو في الكومنتات. ترى احنا سوحات مره، علمونا. ترى ما نعرف شيء في اللعبه، جد ما نعرف شيء. الكومنتات هي اللي بتساعدنا في كل شيء. سالفه ان نروح نتعلم من اليوتيوب، منهم متعلمين من اليوتيوب لانه بنخرب على نفسنا. ف يب نحرق كل شيء. طيب امشي نرقى فوق. لو بنتابع يوتيوب سوينا نفس اليوتيوب بالضبط يعني، بنخرب ما راح نمشي على المسار اللي نبغاه احنا، فهمتوا؟ علمونا يعني ضبطونا. اوكي تعال. طيب القلعتنا مره كبيره ولد. والله كبيره بزياده، مو كبيره بس. يلبي المنظر. تعال فوق. شو المكان سويت في الاجتماع؟ فوق زيادة؟ الله ينور عليك، حلو. هذا الاجتماع. ليش كراس متبادلة؟ عشان كورونا يعني؟ كراس خشب. والله. شوف المنظر من هنا. شوف الجسر هذا. اوكي. كان مكسر ضبطناه.
احس انكم مرقعين اكثر من انكم مضبطين او لا؟ لا لازم ما نقدر ما تقدرون اوكي ما نقدر نبني عباره عن حديد ولا ايش؟ لازم شيء ثاني. هذا حديد الحين اللي حطيناه. يبغى نتعلم مكان المخزن. لازم نبدا اول شيء في المخزن اوكي. وبرضو بما ان الحرب بتكون علينا انا وياك فلازم نجهز لنا دفاعات. لازم ما عليك لعبتي في شيء كذا رشاشه ثبته بس ما ادري ايش وضعها. سنترجن الوضع ايه سنترجن ولا شيء والله بكتب خلنا نشوف. لا بس في رشاش ترى يتثبت. اكتب جن بس ناسي اسمه. ما في الا مسدس ليرجن. المهم اكتبوا لنا تحت في الكومنتات اسماء اشياء ندافع فيها عن انفسنا يعني ان منو في اللعبه. فاعطونا اشياء ندافع عن انفسنا حتى لو ان ما حضرنا الحرب قلعه حقتنا تبقى مدافع عنها. شيء هذا راح يساعدنا مره. وشكرا لكل اللي يعني مهتمين يكتبون كومنتات من الحين. اقول لكم يعني هذا مكان سيء يا اخي. مره سيء. هذه تقهر. هذه تقهر. مش كمان نقدر نشيل شيء. ما نقدر ابد نكسر نرجع وقت الجاله. لو ما يمدينا نحط فوق طبقه كذا اي شيء والله قهر انه ما عندنا. اوكي ممكن ترى طبقه. شوف انا اللي افكر فيه الحين okay. نروض لنا كم حيوان يطير. اي حيوان يطير قدامنا نروضه. اوكي اوكي غالبا البتيره او شيء زي كذا اسمه ونحطه فوق. اوكي okay. حق الزبنه حق النحشه حق النحشه نرقى فوق وركب هذا okay. وطير والله حالف ما يحد ويزعل. يبغى لنا كل واحد له واحد. اي اكيد اللي يروض. عندي عجره تروض وعندي هذا شوف. اوه النبيطه الحجر. حلو حلو يب. الدنيا ولعت عندي. اوه والله هذا مكان افضل صح؟ والله دين يب يب. هذه الزاويه من هنا من هذا المكان لين هذا المكان كله استغله مربع كامل. اكتب سمول بوكس تو ستوري. والله مديني اسوي واحد. جود زين. والدولاب؟ اي سويت له واحد والله. سو سو سو. اوكي. اضبط اوه عليه. اوكي. جاك صح؟ اي والله سويت انت. يب. تو لارج. اثنين بعد. يب. اي بنسحبه نحطه في يدي. اوكي. هلا بي. حطه مقلوب. يقول بكابل فور اوكي من قال بالدعوه دحوم ليش اوه بطلع اي واحط الاشياء تحت على اليمين. والله لحم كثير. والله المساحه فيه كثيره. ارمي كل الاشياء ولا بديك لا 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 تحطها كلها حاليا. خلها معك. ايوه ينحط هنا. انت لا تحطها هنا لان هذا مستودع بس انه يعني كفكره. اي الحين ضبط احطها هنا. اذا عندك خشب حطها داخل. ما معي خشب اتوقع. عندي سبعه بس دفة اطفط. اي انت طفيتها. زبده هنا السرير يمديك تنتقل فيه من مكان لمكان فهمت؟ تروح للدروبات وزي كذا. فحاليا خلينا نروح نروض لنا بس بتره. المشكله ما بترتين. شكل البتره ذا ما اعرفه بس اوكي سمعت اسمه من دحوم اعرف انه شيء مميز وزي كذا بس انه ما ادري وش. طيب قبل شوي ذبحناه. اوه حقهم. يب يب نفسه. يا ولد والله حصان سريع. طيب والله احسن شيء عندنا حصن. طيب ننزل نرقى ولا ايش؟ اخر عن هذا لا تطقه بالغلط يقلب علينا الحين لان هذا اصلا اليف. انا خاف يكون في طبه هنا. والله انه يدعسنا دعس. لا بنموت اذا نزلنا. في نزل في نزل احمد زين مزين هذول. امشي امشي امشي. ارجع اكس. احنا هذا واحد. هذا واحد. تعال. انا ما مسوي شيء. هو عليك على طول صح؟ اسمع خل حيوانك باسف عشان لا يدرعم. بس شوف كذا نرمي عليها البول يا رب ما يطير. يلا روح. لا يا احول. ايوه بس مسكته. اسمع بصف قبل العجره ان شاء الله ما تنكسر. لا ما معي ترى. مو بسيف شلون. اي ما طايق. دقيقه بروضه بهالعجل. حجر انكسرت العجله حقتي. لا تموت انت بس ان شاء الله ما يموت. ايوه مات ولا داخ. لا داخ. اوكي الحين شوف ننتظره لما يجوع. طبعا لازم يجوع. نحط داخل بطنه لحم او داخل الشنطه حقته. طيب معك لحم انت؟ حطه داخلها. اي ماي كويس. معي يمكن حدود 80. انا شوي بتطول ترى لما يقوم فخلنا نروح نجمع خشب لما يقوم. اوكي ايوه جاك اخيرا. قبل شوي كان سيفر معلق اتوقع ترى لا تعليق بسيط. ديني اجمع ستون على طول كذا بيدي. لا امسك هذا البكاكس. امسك. اوكي اتوقع انه خلاص على طول يجي معي هذا. بعطيك بكاكس حديدي اتوقع لقيت على البحر. طبعا الاشياء زايده بوف دولاب على طول. دولاب السوداء اي كله معك. بنزيد دواليب مره كثير الحين. المكان هذاك اصلا كان مره كبير كويس. اذا حتى اذا امتلينا ندير نحط عندنا دور كثير في قلع. طبعا المتل هذا لازم نسوي فرن عشان نسخنه فهمت؟ يذوب نفس نظام ماينكرافت يعني. يب هذا كان طول ولا؟ والله هذا اكبر شيء في الحياه ومو قاعد يعطيني كثير. قام. ولد قام. امه قام. والله غريب وانا حاط يمكن جاني وانا فاهي. شوف هذا هو ليفل 110 على طول. يا ساتر والله. الذبحين حق محمد كان في 90 ترى. يب. اي صح ذبحنا حق محمد يعني عندي السدل حقه. دقيقه خلنا بزيد الشنطه. لا شنطه 160 بس تخيل. شوف هذا طاي انت شوف كم انت معبي. انا معبي 3000 الشنطه حقتي. لا هذا واضح انه مو اليف. خش عليه بالسيف. شوف خلنا نمشي من جنبه اذا سلام عليكم.
والله ليه؟ لا خلا خلا ما سوالك شيء، ما سوالك شيء، امشي امشي بس. والله ليف امشي امشي اسحب عليه. ليف ليف هنا في ذيب ولا والله ما نعرف طبعا احنا بالحيوانات مره. هذا جاي 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 ايش وضعك؟ ها؟ اوه في اثنين، في اثنين عندي. وش وش ذيابه قاعدين يحاولون فوق يا ولد. اما ذيابه حصان حقي غبي الزبده، ما ادري هو حصان ولا حمار لكنه غبي. يا ساتر الديناصور. وش ذا؟ في شيء قدامه كبير. الو سلوم سلوم يا فضيحه. النحشه يا واد النحشه. علق علق عندي سلوم سبنه فوجك يد لحقني. هذا تيركس ما ادري ايش زي كذا. والله وراك عندك تروضه؟ روضه هذا روضنا انا وياك. مشينا مشينا بس مشينا تروضه. انا ما ادري وين رحت ترى. دزه جالس الحقنا الحين. خل الحقنا البليس. حصان حق وينه؟ ورا حصانك عنده. لا تكفى. ايه تسحبت عليه انت. شو اللي تكفى؟ قلت لي الحقني عاد. هذا 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 جا جا لا لا حصانه موجود. حصانه موجود. شوف واضح انه قامط منه. هجم عليه الله ياخذه. رجعنا خلاص الطير الثاني روضه خلف الكواليس. يب ما يحتاج ان نصور. انا خلاص روضنا واحد قدامكم وبس. امشي 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 بس خل نرجع الحيوانات حقتنا سالمين اللي يموت احد فيهم. والله شكله بيموت طيرك انت. تونا روضين في الحلقة بموت فجأة. وانا برجع يا ولد الشنطة حقتي فل. بطور الشنطة حقتي يمكن اقدر اركب. اوه زدتها مرة كثير. فق فق نجيك الحين تمشي؟ يعني يعني شوية 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 شوية. والله انك ثقيل. هذا وانت قزم. والله ثقيل والله ثقيل. يا ثقله. طبعا احنا زايدين الشنطة حقتنا عشان الاغراض متدبلة. فزدنا الاغراض يعني زدنا المساحة حقت الشنطة عشان سلوم هذا قدامنا. انا ضيعت القلعة حقتنا. في طير في طير تحت. وش ذا؟ سلوم يخرب بيتك سريع. والله انت البطيء. تو رجولك تسبقني يا طيب. والله لو تنزل لنا افضل لك. والله شكلها يا ولد القلعة وين؟ هلين ضياع. لا 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 في نزلة من هنا صدقني. ننزل من هنا بعدين نلف يسار. وين الحصان حقي؟ والله ما ادري عنك. انت تخليه فولو صح؟ الو يب نشب اكيد عند هذوليك. وين حصانك؟ الو والله الرجال انا نزلت وطاح؟ لا مو بهالدرجة عاد. انا نزلت منه هنا ترى. يا هلا يا دحوم يا هلا ومرحبا. هاجي ما في حصان ها؟ ولد يا ولد رجعنا بهذه بخسائر. والله رجعنا من رحلتنا ذي بخسائر. الله ما ادري ايش السالفه. بداية سلسلة محيت منها. والله اختفى الحصان ما ادري وين راح. لازم لازم نرجع نرجع لازم ندور. والله لازم ندور نفس المكان. لا هو في المنطقة هذه اللي ورانا. لنا فوق العشر دقائق ندور ما لقينا شيء. زاد اهم شيء جبنا لنا طير. الطير كويس ليفل 114. والله 114 مرة حلو. خلنا ننزل هنا. سلاند طيب طبعا بخليه حاليا هنا لما افضي الانفنتوري حقي بعدين بوديه فوق القصر. هذا بيكون الاحتياط عندنا. هذا نخليه احتياط عشان اذا صارت شيء نزبن فيه. خلينا لفله. طيب شوف هاي الرحله شوف خسرنا فيها. ما خسرنا فيها يعني ما مات. هو ما مات بس النفس مو مور اي مور. هو ما مات لكن يعني ضيعناه بس ان شاء الله بنلقاه ان شاء الله ان شاء الله نلقاه. بس كويس جبنا لنا طير حاليا. بنفس الوقت جمعنا موارد مره مره كثير فتره قصيره يعني شيء كويس يعتبر. انا اشوف اسوي نسوي دواليب زي هذه كثير ولا اصبر يبغى لنا نسوي فرن. الفرن طيب شو اسمه واللي اسمه ريفنينج فورج. هذا 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 ريفنينج فورج. اوكي نجي نسوي واحد. اسوي واحد نسوي هذا واحد. اوكي نسوي واحد نسوي واحد بنفس الوقت. خلينا نسوي الدولاب هذا اسوي منه كثير. هذا هذا فوق على طول. طيب اسوي منه اربعة خمسة. سوينا فان زي ما تشوفون. هذا المواد كلها جمعناها عيال والله مره كثير. هذا بس انا اللي جمعته غير اللي سلوم جمعها. جمعنا مره كثير. طبعا الانفنتوري عندي 7000 زايده مره كثير عشان اقدر اخذ راحتي. ايش السالفه هي؟ طيب ايش سويت انا؟ هلا اتزوم على الشخصيه ويبعد. سويت كنترول. اوكي اشوف نحط فوق الفرن ولا ما ينحط؟ لا تقول لي ما ينحط. ما ينحط الا فوق هذا فاونديشن. ما علينا نخليه في مكان مرتفع. حط الفرن حق الفرن حقك انت هنا. طبعا ايش تحط داخل الفرن؟ خشب اوكي والمتل. المتل هذا هو شو؟ حطه كله داخل. حطه هنا؟ وين؟ اي حط أي اوكي اوكي. يبغى لنا نعدل مكانه بس ما مشكله نلفه شوي. بس حاليا حط داخل خشب والمتل ولع. هذا المتل خشب ولع النار. لايت فاير. حبيبي انا بحط دواليب هنا شوي نضبط المكان. اسوي اسوي معاك يعني ولا محتاج؟ هذا هذا مو هو. هو الدولاب غلط سلم. وش الفرق؟ هذا 2000 هذا 2400 ما ادري بس هذا شيء كثير. لا لا هذا 2400 اكثر منه. ترى سويت انا 3 الزبده. انا سويت برضو من هذا يعني. شوف خلنا ننوع فهمت؟ شكل شكل شابتر نتعلم. لا حد يشرح علينا. هذا يشرح علينا نتعلم. واحد طيب خلنا نعبي الاغراض. شوف هذا اول شيء نخليه حق الاكل. الثاني خلنا نحط فيه الخشب. نعبيه كله خشب. ساتر يا ساتر يا ساتر. والله يا عندنا خشب كثير. طيب الاكل هذا اكل. طيب. هذا اكل اللي بعده. والله شوف يعني الدولاب هذا طلع ما يشيل شيء. انا ناخذ الخشب حقه احسن. ترى ما يمدينا ما يمدينا حتى احط في شيء ابدا 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 ولا شيء. يب يب ولا شيء ولا شيء زي كذا. سويت واحد بداله.
معي واحد انا اصبر معي ذا خشب دروب دولاب. طيب خلنا نعبي هذا فلنت. اوكي واللي عندك عب بستون. ها حلو ستون. عندي هذا فلنت واللي عندك ستون. يا ساتر ليش حطيت فلنت هناك؟ شكله ململية. طيب وانه تونا ما خلصنا. والله شوف يا ساتر. لا عبيته فل انت خلاص مهدي استحمل. يبغون واحد ثاني. والله وش ده نحط هذا اخر واحد على اليمين. الهاتش طبعا قليل. الهاتش والش اسمه والفايبر. طيب شوف زي ما انتم شايفين حاليا قسمنا الاغراض زي ما انتم شايفين في الدراب الاول حاطين هنا الاكل، الثاني زي ما تشوفون عبيناه كله خشب، الثالث عبه فل فلنت ولا باقي معي ترى ابشرك. حتى انا باقي معي 100. الرابع كله حجر وكذا. طبعا قسمنا كل الاشياء بهذه الطريقه. فهذه كبدايه يعني هذا المخزن كبدايه، بعدين راح نحاول نطوره اكثر واكثر، نشوف عاد الطرق اللي راح نقدر نسوي فيها مخزن بطريقه او راح نوسع المخزن حقنا. حتى التصميم يمكن يتغير يعني. مره واحده نجمع. اي اكيد زي ما شفتوا بس طلعنا مره واحده نجمع بين الجسات هذه سريع. فيعطيكم العافيه يا شباب على المشاهده، ان شاء الله انكم استمتعتوا. زي ما شفتوا بسوينا اشياء بدائيه. يب اهم شيء الدعم واهم شيء الكومنتات. اهم شيء الكومنتات هي اكبر دعم بالنسبه لنا، لان احنا مره ما نوقف اللعبه فنحتاج دعمكم في الكومنتات. اهم شيء حاب تقول شيء سلوم. لا تقصرون لايك، وترى اول حلقه من السلسله فاذا شفنا تفاعل اكيد انه بنكمل مره وبنتحمس. والكومنتات زي ما قال دحوم اهم شيء. اوكي اهم شيء. وقنوات شباب اللي معنا في السيرفر كلهم ان شاء الله في الديسكربشن للي مهتمين يعني ويبغون يشوفون مين هذا الشباب، سواء من عندي او من عند دحوم او من عند اي واحد من الشباب. يب. وبس يب اتوقع كنكون خلص المقطع شباب، واتمنى انكم استمتعتوا في المقطع ونشوفكم على خير ونشوفكم المقاطع الجايه. سلام.